اللي هذه ما تشتغل ايوه اشتغل اشوف وش النواقص اذا اخذت السياره اني انا اخاف انها عشوائيه انا الفيديو اللي اشوف فيه مروحه وش الانفجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم عبد الله او كرمبيت 203 اليوم معنا لعبة جديدة على القناة طبعا اللعبة جانك يارد تراك انتم تعرفوني اللي يتابع من قديم يعرف اني احب الالعاب العميقة هذه من الصورة حقت اللعبة صراحة استحكرتها بس بعد ما شفت فيديوهات صراحة عجبتني عميقة 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 بالحيل يعني فوق ما تتصورون المهم ما بيشرح واجد اشرح لكم من داخل اللعبة المهم لا تنسوا اللايك والاشتراك واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله يلا خلونا نبدأ طبعا يا شباب هذه اللعبة من داخل انا للأمانة دخلتها يعني جربت شيء بسيط بس عشان اتأكد من الجودة الداخلية والشكل يعني اللعبة يعني هل يمديني اشغل على جودة عالية يوم شفت انه يمديني خلاص شغلتها المهم اللعبة وش هدفها او وش قصة اللعبة هذه اللعبة تقدرون تقولون سيرفايفل اللعبة يعني عندي سيارة راح اشتريها سيارة تعرفون سيارات هذون الفروت او ما ادري ايش يسمونها هذه حقت الطين واللي يقطعون على الشعبان نفسه بالضبط بس اشتريها وانا اطوره وش طريقة تطويره اني اجمع فلوس اول شيء فلوس لازم اجمع فلوس باللعبة هذه وفيها اشغال واجد باللعبة هذه من ضمن اشغال تبيع للجنك يارد او تجمع قطع حديد تلقى قطع حديد بالشارع وتبيعه او تشتغل زبال يعني تروح المدينة تشيل زبال تودي او تروح المنطقة بعيدة بس هذه عاد تحتاج المنطقة اللي عنده ما ادري شلون اطلع الماوس ما يطلع الماوس اللي على اليمين تشوفون خط بني عنده علامة بيكاكس اللي عنده علامة بيكاكس هذا خط صعب بس عنده منطقة تبيع حديد خام تنقب عن الحديد تطلع حديد وتبيعه انا بهذه الثلاجة حقتي ما في شيء طيب وداخل ايش عندنا هنا فيها كأنه جهاز تلحيم وهنا شاحن بطارية وهنا وش كتاب اظن يعلمك طريقة تركيب الماكينة لان هي عميقة بالحيل يعني الماكينة قطعة 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 يعني تخرب قطعة واحدة لازم تصلحها وفي محل تشتري منه قطع واعتقد انه يمديني اصلح القطعة الخربانة برا او شيء ما انا متأكد 100% وهذا اللي تزحف علي كذا تحت السيارة وهذه تركب على الماكينة وتركب قطعة على تنشب على الماكينة كذا تركبه كاملة اذا تبي تركبه هنا وهنا وش فيه هذا منشار في شغل الحطب الظاهر في بعد حطب تشتغل حطاب يعني عادي تشتغل اي شغل بس اهم شيء تطور موترك او تصلحه من الى او تطور ماكينته المهم يلا خلونا الحين نروح اول شيء معنا رسالة الاولى هذه قريتها وترجمتها مضمون الرساله انه عنده شاحنه موجوده بيبيعها علي ب 400 دولار ويقول تعال وجيب معك فلوس كاش يعني انا ما اتعامل الا بالكاش يقول هذه الفلوس الكاش ربطات هنا كم معي 200 وهنا كم 200 لا هنا 300 صار معي 500 حلو 100 خلوه معي احتياط عشان الاكل وما الاكل يعني لازم تشوفون المؤشرات اليمين اللي الهانجري وسليب ما ادري وش هذول يعني لازم تحافظ عليهم اكل شرب الطاقه سليب وما ادري وش الرابع صراحه ما متاكد من الرابع طبعا هذه السياره معي بشكل مبدئي يعني خجمه تقدر تقول خجمه هذه ما يمدي نعدل عليها نفس مون بازو يعني في الجيمس ما يمديك تعدل عليها الا شيء بسيط يعني في اشياء تقدر بس ما تقدر تفك ماكينه ولا شيء ومن مشاكل هذه انا شفت فيديوهات مشاكل انها تهرب الزيت يعني لازم تعبي زيت كل بين فتره وفتره طيب الحين خلونا نشغله ونروح طيب تشتغل معي على طول تطول نفس حلو الحين ننزل من هنا طبعا هذه خريطة شو انا الاخطر وين ايه روح يمين عشان اروح لمحطة البنزين او لا خوينا وين احاها ما في بريك ليه وش بريك لا في بريك مسافة بس انه ضعيف طيب خوينا وين خوينا باين بالشاشة قدام بس مو باين على الخريطة خلونا نروح مع الخط يمين بما انه هو يمين خلونا نروح يمين نزل 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 الله يستر الله يستر طبعا انا باللعب وصلت على المحطه بس وصلت على المحطه شفت الاغراض شفت محل قطع الغيار لان انا الفيديو اللي شفته يمكن له سنه تقريبا قلت وش في تحديثات جديده صراحه في اضافات جديده عاليه بس ماني متاكد منه بالضبط في اضافات يعني ما شفته بالفيديو جا
الجسر هذا جسر. انا بغيت افوت سيده، بغيت اطيح بالهاويه اللي تحت هذه. الظاهر ما يمديني اطلع، او اطيح خلاص لازم ارجع اعيد تخزين ولا شيء، ولا اعيد اللعبه من البدايه. انا ما سويت اي حفظ. طيب اي هذا طريقي خويي، شوفوني يمين 800 متر. طب ما في اختصارات هنا، تختصر ما تقدر تختصر الا على سياره قويه. السياره صح. بغيت ولي لازم اشوف الخط، انتبه الخط. طبعا ما في هالشيء، انا شفت بالفيديو انهم يبيعون قطع ثلاجات، مكيفات، غسالات، مدري وش نحوسه يحصلونه بالخط، بس انا ما حصلت لحد الان. يمكن لازم امر خوي هذا واشتري السياره بعدين اقدر احصل الاشياء هذه تبيعها، يعني من ضمن الشغل يعني تجمع وتشيل وتودي اخويك تبيع على حسب كم يعطيك تجمع. طيب خلونا نمر المحطه اول شيء، نتفرج على المحطه ايش في عنده. طيب طفينا الموتر عشان ما يفضى بنزين لانه يستهلك بنزين. طيب هذه المحطه حوله هذه. اي وراك السلم يا حوله. طيب استغفر الله. طيب فيه اغراض هنا، فيها مشروبات، فيها هذا ريد بول، نفس الريد بول تشربه يعطيك طاقه يعني اسليب يرتفع، يعني اذا جاك النوم تشربه خلاص صحصح، يعني ما يحتاج تروح تنام وترجع تكمل شغلك. ما ادري عاد وش يصير اذا ما نمت او اذا ما كليت، يمكن يموت او تعيد اللعبه او تعيد التخزين ما متاكد. وهنا اظن ما ادري وش، ما ادري بيتزا او مكرونه، مكرونه الظاهر الا مكرونه. وفي هنا بيره، بس بعدين راح نشتري. هنا في اغراض والله ما ادري وش، اضافات جديده. وهنا في اغراض يمديك تشتغل شغله ثانيه، تفتح مصنع لعصير، عاد تعرفون انت مش اقصد، تفتح مصنع وتبيع. طيب هذه وش، برجر. وهنا زيت، وهنا ما ديتر، وهنا هذا وش هذا، هذا والله ما ادري وش، كانه زيت كير او كذا ماني متاكد. وهذا هذا اظنه غاز للمنشار او شيء، هذا مو شغال لحد الان. طيب خلونا نروح مخوينا ونتاكد. هنا تعبي بنزين وتدفع، تروح نفس نظام سياره الصيف تعبي وبعدين تروح تدفع للعامل. اشتغل اي ما هو وقتك خلاص. انا ماني مطفي الظاهر، ماني مطفي غير ما طفيته. طبعا هذا محل قطع الغيار، هذا محل قطع الغيار راح نشوفه. وهذا بعدين تسابق معه اذا ضبطت سيارتك كذا، تسوي تحديات انت وياه مراهنات، تروح طرق وعره. بس حاليا صعبة، حاليا صعبة لانك على السيارة. حتى سيارتي اللي اشتريها لو صلحتها ما هي ذاك الاداء، لازم يبي لها فلوس، يبي لها تطوير وتعديل، تعدل عليه، تشتري كفرات، تشتري تغير شكل المحرك، تطور اداؤه بزياده، تركب له اشياء زايده مثل تيربو، تركب اشياء. بس كذا يبي لك فلوس صراحه، يعني يبينا نشتغل. اللعبه سرفايفل ماديه، سرفايفل ماديه. لازم هذه لوحه حسب الثلاجه، استانس يعني من اوله ببيع سكراب. طيب خلنا نوقف هنا، ما ادري اذا انتم تسمعوني وانا مشغل السياره ولا لا، لان صوته قوي صراحه. طيب خلونا نطفي لا يفضي بنزين. صباح الخير يا وحش. هذا محل جانك يارد، تلقى قطع مستعمله، قطع خربانه كذا، تشتري من عنده ارخص من المحل هذاك بس انه اقل اداء. كيف حالك يا وحش؟ You picked the right day. ايوه. These Diamondbacks are actually really, really durable trucks. طيب أنا بشتري السيارة. That's why they're still around. They're from a time when trucks were made of metal. وش التايم؟ أي هذه ورقة حلو. Okay. I'll have it delivered to your place tomorrow morning. These trucks use really common parts, so. حلو. أذكر إذا اشتريت السيارة هذه لازم أرجع البيت وأنام عشان خلاص اسكت سد فمك خلاص خلاص اشتريناه. لازم ارجع البيت عشان انام واقوم الصبح اليوم الثاني القاه موجود عند البيت. بس خلونا نتفرج هنا، هنا وش هذا؟ هذه وش؟ الا كلتش، كلتش حق الجير، يعني تشتري منه قطع مستعمله. المشكله بعثره مو مرتب الدنيا. هذه وش هذا؟ ها؟ هذه كان الكارونه داخل الدفرنس يمكن. هذا الدباب، هذا من ضمن الاضافات، دباب 1200 هذه شلون اجيبه؟ بس بعدين اذا صلحنا السياره نبدأ نشتغل اشياء، شغلات واجد فيه. والله عنده قطع، والله عنده قطع، هذه تلقاه دبل الدبل عنده. طيب تسمح، اوه الجير هنا،
قر وهذا وشو؟ هذا الظهر الدبل، هذا الدبل وهذا القير كله موجودات بالموتر، يعني لازم نركبهن حنا بيدينا، غير العطال اللي بها. العطال اللي بها اعتقد فيه مروحة، فيه نواقص، فيه نواقص، بس صراحة اشوفه اذا اخذت السيارة اللي هذه ما تشتغل. ايوه اشتغل، اشوف وش النواقص اذا اخذت السيارة، اني انا اخاف انها عشوائية. انا الفيديو اللي اشوف فيه مروحة، وش الانفجار فيه القول كم شفته بالفيديو، وشوف فيه انه من ضمن النواقص المروحة فيها اشياء، فيها اشياء، بس انا ابي اشوفه بتأكد. اخاف انه شيء عشوائي، يعني شيء عشوائي. هالحين اذا اخذت السيارة اخاف يختلف هالشيء. خلينا نروح نعلق. طيب الحين هذه المدينة تشتغل زبال، عندهم تشيل زبايلهم بعشر ريال، الزبالة الواحدة تشيلها بعشر ريال تودي عاد على حسب تقدر اللي تقدر تجمع. بس المشكلة على سيارتي هذه ما اقدر اجمع شيء. طيب خلوني خلوني اعبي سيارتي هذه بنزين لان احتاجه بشغل. احتاجه بشغل بعدين، لازم ما تقدر تشتري او تصلح اي شيء، لازم تعبي سيارتك هذه، لازم بدايتنا على السيارة هذه. هذا محل قطع الغيار، اي هذه اللي شفت نفسه، والله ما اتذكر كم، بس هنا ب 460، وهذه وش هي؟ هذه شكل عادية، هذه ب 300، هذه ب 460. هذول والله ما ادري ايش بالضبط، هذول الا هذول الكارونا اللي داخل ديفرنس، بس ما ادري ايش ميزتهم الحمر هذول، يعني اقوى او للثمانية سرندل، لان المكينة اللي مع سيارتي حاليا، السيارة اللي اشتريتها حاليا ستة. بس المكينة الثمانية يمكن هذول يشتغلون على الجي صح. طيب هذول قطع الغيار مثل ما تشوفون، اي هذول قطع الغيار مثل ما تشوفون. احنا هذا وش هو؟ هذا فلتر، بس هذا غير، هذا غير شكل الظاهر، لازم نطور المكينة بعدين نركب الدنيا هذه. هو هذا غير جديد، دبل جديد. احتمال اللي معي السيارة الحين اللي اخذته احتمال انه خرابة، يعني ممكن تلقاه بقطع، بس ما هي ذيك الأداء. هذا التيربو، هذا التيربو، هذا وشو؟ أها بعد الترجمة يا شباب، هذا سلك لحام، أنا عندي آلة لحام، بس وش لحم؟ ماني متأكد صراحة، ماني متأكد وش لحم بالضبط أو وش يصلح، بس ما علينا. خلونا نروح نشتري الأكل ومشروب. خلونا نشتري أكل ومشروب. هنا المكرونة، وهنا هذا، ايه خلاص هذا خلاص حلو. طيب ايه السيارة هذه نبي نشيك على الزيت، خبرة تستهلك زيت. هاش شو اللي شيكت عليه عند البقالة؟ حلو، ناخذ هذه علبة زيت، نفك الغطاء. حلو فكناه، حلو بعد او خلاص في 46، 46 مية، لا فل حلو فلنا، يعني باقي نخليه معنا احتياط. طيب باقي البيرة، حلو خلاص الحين بنشغل ونروح، او عبي بنزين، خلونا عبي بنزين احتياط. بس والله ما بقي معي فلوس، بس عادي نشتغل، راح اشتغل ان شاء الله واجمع فلوس اكثر. لا تعدى بعد بزي اوف، 20 عبيت 20، ما بقى معي شيء، ما بقى معي شيء يا شباب، بقى معي 40 بس. حلو ما عليه ما عليه، يمكن الله يرزقنا بشيء طايح بالارض او قطعة سيارة او شيء نبيعه، ولا جهاز كهربائي. حلو انفاضخ قبل شوي راح يوم عبيت الزيت، او انها صاخنة، كانت صاخنة السيارة مسخنة شوي. طيب هذا الخط، هد 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 عند اللفات، لا تجيب الحادث تجيب العيد. بعض اللفات على طول وراه نزله كذا، نزله مفاجاه ان طالع برا الخط، واذا طحت يمين جي جي ما تقدر ترجع، يعني نادرا، يعني صعب انك ترجع تدور خط وترجع وحالتك حال لحد ما تلقى الطريق. هذا 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 كنت اتكلم عنه، ويتولي قدام من هنا. طيب هذا الجسر، اكسر يسار شوي،
ايوه يا عين علي. حلو حلو حلو، قربنا البيت الحين بعد معاناة الخط صعوبته، والسيارة هذه تعبانة. لو معي سيارة صاحية عادي لو اطلع برا الخط ما عندي مشكلة، اطلع برا الخط ما عندي اي اشكالية. نوقف هنا، ايش نوقف هنا؟ خلونا نوقف عند الباب. ايوه هنا عندك. طيب خلونا ننزل اغراضي، الظاهر لازم احطها بالثلاجة. طيب هذا حلو، هذا اغراض المكرونة. طيب باقي، اي باقي البيرة، ناخذ لي واحد. ايوه نسكر الثلاجة، والحين كل اللي علينا النار. حلو، يا صباح الخير والخيرات. طيب هنا في رسائل جديدة، هذه اظن شفناه. طيب نسوي سيف جيم هنا، في رسائل واجد كلها اغلب اشغال، فيه من ضمن اشغال انك تروح تساعد ناس يرسلك المنطقة، بس برضو صعبة. طيب وش هذه؟ حلو، هذه السيارة، هذه السيارة جاب، ما كانت كذا، كانت اوسخ من كذا، بس اشوى نظفه، صارت نظيفه الحين. والشكل يا سلام، شوف الشكل من داخل. ايوه المروحه ما هي موجوده، المروحه ما هي موجوده، يعني لازم مروحه ولازم القطعه الثانيه اللي بس ابي لازم ارجع الفيديو اتذكر القطع اللي محتاجينها. ما تشتغل، ممكن في شيء بعد غير المروحه، لان المروحه بس فقط التبريد. طيب نشيك على الزيت، ممكن في تهريب في شيء. ربع او نص او تحت النص شوي، بس ما عليه ما عليه، راح نصلحه ان شاء الله، وراح نجمع قطعه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. بس ضروري ضروري نجمع فلوس، ضروري اروح اشتغل شغلات، وباذن الله راح نجرب الشغلات هذه الحلقه الجايه. يعني الاربعين ما اعتقد ان تجيب لي قطع، حتى من التشليح، حتى من الجنك يارد ما تجيب لي اي غرض، لكن ما عليه، ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل عليها. المهم الله يعطيكم العافيه على المشاهده، اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع، ويلا في امان الله.